شو أهم المشاكل اللي لاحظته الشباب وريادي الأعمال بيعانوا منها بالبيئة الريادية الحاضنة بالسعودية؟ نمط التفكير الموجود عندنا في البلد إنه هو مدرسة جامعة وظيفة. المستخدم نفسه اللي بيشتري المنتج يعني دائما بيكون عندهم تخوف لأنه شيء جديد. كيف ممكن يبدأ؟ يعني كيف ممكن إنه يكون هو ليدر؟ هذه كانت إنه بتلاقي عنده الفكرة وعنده العلم عنده نوهاو بس ما قادر يبلش، يمكن لما تدريس المصادر محدودة من الدخل، من مثلا القوة أن يكون عم بديرها، اختيار الأشخاص المناسبين لتطلع الفكرة تبصر النور بشكل صح، استقطاب ناس أو getting the first employee or the first employees in the company. في الغالب الإشكالية كلها في الأمور اللوجستية اللوجستيكس، خلينا نقول الطبقة اللوجستيكس والبنية التحتية بشكل عام الانفراستراكشر. طبيعة الوطن العربي بشكل عام في الريادات الأعمال التقنية بالتحديد، احنا سوق جديد بنقصنا خبرة كثير، نحتاج مثل هالملتقيات ان احنا نتعلم منها، فاحنا عندنا نقص في طريقة صياغة الشراكة القانونية او الشراكة بشكل عام، بالإضافة الى تكوين الفرق والتيمز والاشخاص وتحديد مدى حاجتنا. كل هذه الأشياء بالنسبة لنا تحديات وصعوبات. تسجيل الشركة بالنسبة لنا كثير صعب، لازم نجمد مصاري كثير حتى نسجل شركة، الموافقات، الفيز، كل هاي أمور بتخلي الشغلة بالنسبة لنا صعبة كثير. تحديات كثيرة ونفس التحديات اللي موجودة في العالم العربي، إن كانت البطالة ولا الفقر. صراحة الناس دائما يتكلموا عن إنه ما في دعم والكلام زي كذا، بس بصراحة تطوير الألعاب ما يحتاج إلا شغلة واحدة، يحتاج وقت، إن واحد يستثمر وقته.